خلينا ناخد ايضا احد نجوم هذا الجيل الرائع الحقيقه للنادي الاهلي. لسه كانوا الكابتن نخله وكابتن عمرو بيقولوا ان هم يعني جه في اخر سنه تقريبا كابتن كشري. اه طبعا. يا كابتن مصر، يعني اولا اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ثانيا الف مبروك فوز النادي الاهلي بالدرع رقم 43. حبيبي يا كابتن اسلام، بمس عليك وعلى كابتن مصر كابتن ده لسه بيقولوا كابتن كشري حالا دلوقتي. حبايبي، ودايما متجمعين كده في البطولات والخير، ومليون مبروك، مليون مبروك للنادي الاهلي، لمجلس الاداره والجهاز واللعيبه والجماهير الكبيره. ويعني ده النادي الاهلي دايما، يعني احنا بنقول الحمد لله ان احنا اهلاويه لان دايما الاهلي مفرح، فمليون مبروك. وبطوله يعني دايما الاهلي يستحقه عن جداره واستحقاق، رغم الصعوبات ورغم الارهاق ورغم بطوله افريقيا والمؤجلات، الا ان دايما النادي الاهلي دايما بيبقى في الميعاد ودايما بيفرح جماهيره. فمليون مبروك على الجميع وعلى النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله الاهلي في انتصارات. كابتن كشري، عشان ما اطولش عليك انا عايز اسالك سؤال مهم، ولسه كنت بسال كابتن نخله، انا قلت لكم دايما السؤال ده هيبقى هو الاساس اليومين ثلاثه اللي جايين، العنوان الفتره اللي جايه. نفس الرد على فكره. اهلي وزمالك، كيف ترى هذه المباراه؟ هل مع اراحه بعض اللاعبين ولا مع ان انا العب بفول تيم؟ لا هو طبعا يا كابتن اسلام، انت عارف مباراه الاهلي والزمالك يعني التاريخ دايما بيذكرها، مباراه كبيره وبيستناها يعني جماهير القطبين، وانت عارف جمهورنا طماع وحقه ان هو طماع، طمع ايجابي يعني. طمع ايجابي. ايوه بقول لك مشجع نادي كبير وبيحب البطولات وبيحب. طب ما اعتقدش ان يعني الجمهور هيبقى يعني بعد اظن على الدوري رسميا ان انت يعني تلعب في مباراه الزمالك وانت مش بتقول تيم. اعتقد ان الراجل عايز يخلي الصوره كويسه والشكل كويس وتكمل طبعا بالفوز على نادي الزمالك، وخاصه ان الفريق يعني خلاص، يعني انا شايف ان الراجل ما شاء الله علاقته باللعيبه كويسه، بيدور الفرقه كويس، اللعيبه رغم الارهاق وانا يعني بشفق عليهم، يعني كان الله في عونهم، احنا كل ما نفتح التلفزيون نلاقي الاهلي بيلعب، بنستمتع، لكن اللعيبه حلوه دي بره. حلوه دي، كل ما نفتح التلفزيون نلاقي الاهلي بيلعب. والله كابتن اسلام يعني كل يوم عارفين الاهلي هيلعب تاني. كويس، ده احنا بنبقى مبسوطين لما بنتفرج على الاهلي. ايوه بقول لك احنا بنبقى مبسوطين يعني، لكن كان الله في عون اللعيبه، اللعيبه برضه يعني في يعني تعب بدني، ولكن في المباراه دي يا كابتن اسلام انت عارف اللاعب بيبقى منتظرها، والنادي الاهلي المباراه دي مباراه كبيره وبتصنع نجوم وبتعلي نجوميه اللاعب، فبالتالي لا اعتقد الراجل هيلعب بالشكل الاساسي بتاعه، لان خلاص هو يعني حسم الدوري، لكن عايز ينهي الموسم بشكل يعني متكامل بفوز ان شاء الله في مباراه الزمالك، فاعتقد ان هو هيلعب بالتشكيل الاساسي بتاعه. واللعيبه ان شاء الله هتبقى مباراه حلوه، لان يعني انا شايف اللعيبه خلاص يعني اتشال من عليه حتى ضغوطات ان هو عايز يحصل على الدوري، فبالتالي هيلعب مباراه القمه، واحنا عندنا ميزه كابتن اسلام ان لعيبه الاهلي بتعرف تتعامل مع المباراه دي وبتركز على قد المباراه وبتهتم بالتفاصيل، واللي طبعا النادي الاهلي التفاصيل بتفرق جدا مع النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله هتبقى ان شاء الله نصر للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن كشري، لعبت كام ماتش اهلي وزمالك؟ والله يا كابتن اسلام انا كان في حاجه يعني ايه، لو ترجع بالتاريخ كل لما كان الفرقه دي بادئه ويقولوا لي سخن يا كشري اسخن الاهلي يكون المكسب. طب سخن يا كشري. طب سخن يا كشري. والله بقول سخن يا كشري. خلاص بقول لك ايه، بقول لك ايه كلمه السر يوم الخميس، سخن يا كشري. ايوه قول لي سخن يا كشري هتلاقي الاهلي جاب جون. يا مسهل، انا هقول لكابتن ايمن شوقي لما تيجي وانت قاعد تتفرج قول سخن يا كشري عشان ربنا يسهل. ايوه ان شاء الله هنكسب باذن الله. ان شاء الله. مبروك ليك ومبروك للنجوم. مبروك يا حبيبي. معاك الجميله اللي انت بتفضلها كابتن احمد دخله وكابتن عمرو الحديدي. ربنا يخليك. نجوم فوق العاده، وانت كنت نجم كبير يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن مصر، انت اللي يعني بشكرك جدا على هذه المداخله وعلى هذه المباركه، ومبروك ليك طبعا كاحد النجوم الكبيره اللي كان لها دور كبير في المساهمه في عدد كبير من البطولات مع النادي الاهلي.